علي الربيعي وهيبة عادل. ساعة أخبارية، أهلا بكم. نبدأ بالعناوين. نوقشت الأسباب الفنية مع المفوضية، وصارت قناعة لدى المجلس بأن يمدد موعد الانتخابات ليس إلى يوم 16 بل إلى يوم العاشر. تحديد العاشر من تشرين الأول المقبل موعدا للانتخابات المبكرة، ومجلس الوزراء يؤكد أن أسبابا فنية طرحتها المفوضية دفعت إلى هذا التأجيل. الكاظمي يعلن إعداد خطط أمنية وعسكرية استعدادا ليوم الاقتراع، ويؤكد أن تأجيل الانتخابات ليس حيادا عن مبدأ إجرائها وفق شروط النزاهة والعدالة. اجتماعات مكثفة داخل البرلمان لمناقشة الموازنة، ومستشار رئيس الوزراء يعتبر الخروج بأفضل شكل لمشروع القانون من واجبات المشرع. ما عندنا تطوير بالنسبة لشوارع بغداد من قبل 2003 ولحد الآن. وتشاهدون في النشرة أيضا، بغداد تختنق بمليوني عجلة وشوارعها بلا تطوير منذ العام 2003. هذه تفاصيل الثامنة، أهلا بكم. صوت مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم وشهدت استضافة أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، صوت على تحديد العاشر من تشرين الأول المقبل موعدا رسميا لإجراء الانتخابات المبكرة. وجاء القرار بعد دراسة مقترح قدمته مفوضية الانتخابات إلى مجلس الوزراء ينطوي على أسباب فنية مهمة من شأنها أن تضمن نزاهة الانتخابات وتساوي الفرص أمام الجميع لخوض الانتخابات بحرية وعدالة. وأكد المجلس مواصلة دعمه للمفوضية وتذليل كل العقبات التي تواجه عملها. هذا واستضاف المجلس أمين العاصمة لمناقشة مشروع حملة نهضة بغداد، والذي يتمثل بإكساء 16 مليون متر مربع من الطرق، كما وافق على استمرار تنسيب موظفي صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب وتفعيل أعمال اللجنة المشرفة على قروض مبادرة البنك المركزي، إذ حدد قروض شراء الوحدات السكنية ب 125 مليون دينار ومبلغ البناء ب 75 مليونا بمدة سداد تصل إلى 20 عاما. وخلال الجلسة أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إعداد خطط أمنية وعسكرية وممارسات خاصة استعدادا ليوم الانتخابات، وبينا أن تغيير موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق ليس حيادا عن مبدأ إجرائها، وأن الحكومة لن تتنازل عنها كونها مطلبا شعبيا. وأضاف رئيس الوزراء أن تحديد تاريخ 6 حزيران المقبل موعدا للانتخابات المبكرة كان إيفاء بتعهدات الحكومة بإجرائها، مشيرا إلى أن الحكومة أكدت لجميع القوى السياسية والفعاليات القانونية والشعبية أن الانتخابات لن تجري إلا بضمان حصول النزاهة والعدالة فيها. ووجه الكاظمي بتذليل كل العقبات التي تواجه مفوضية الانتخابات لصالح التسجيل البيومتري لكل الموظفين في الدولة وتوفير الأموال اللازمة لها. المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم أوضح أن تأجيل الانتخابات جاء بعد القناعة بالأسباب التي طرحتها المفوضية، مبينا خلال مؤتمر صحفي أن طلب التأجيل المقدم من المفوضية يقوم على أساس فني بحت. طلب المفوضية اليوم الذي نوقش باستفاضة وجها لوجه وقيلت فيها آراء يقوم على أساس فني بحت. هناك طلب منها بأن تكون الانتخابات في يوم 16 من تشرين الأول 16/10. نوقشت الأسباب الفنية مع المفوضية، وصارت قناعة لدى المجلس بأن يمدد موعد الانتخابات ليس إلى يوم 16 بل إلى يوم العاشر، يوم 10
10 2021 هو الموعد الجديد للانتخابات. هذا جاء بناء على طلب المفوضية الذي سببته بأسباب فنية. نظم بيّن في المؤتمر ذاته أن مفوضية الانتخابات ستعلن جدولا للعمليات الخاصة بها في 29 من الشهر الجاري. من النواحي الأمنية، كيف نوفر بيئة آمنة للانتخابات تشجع المواطنين على المشاركة بنسب عالية، وأيضا بيئة نزيهة وعادلة لإجراء الانتخابات. توفير هذه الشروط هو الذي خضع للنقاش، وكذلك حاجة المفوضية إلى الوقت لتسجيل التحالفات وغير ذلك من هذه الموضوعات، كما أن هناك جدول للعمليات ستعلنه المفوضية في يوم 29 من الشهر الجاري. هذا أيضا شيء مهم التنويه به. وعلى مدار الأسبوع تفتح مراكز تحديث البيانات التابعة لمفوضية الانتخابات أبوابها أمام المواطنين وبشكل مجاني لتحديث بطاقاتهم، فيما تحدث ناشطون مدنيون عن أهمية التحديث لأنه يغلق الأبواب أمام التزوير. مراكز تحديث بطاقات الناخبين مفتوحة على مدار أيام الأسبوع، ومعاملات تحديث البطاقة السابقة إلى البيومترية تروج بشكل مجاني. هذا ما أكدته مفوضية الانتخابات، موضحة أن البطاقة الجديدة تضمن للناخبين عدم استخدام بطاقاتهم إلا من قبلهم بالانتخابات المقبلة. استقبال المواطنين وتحديث بياناتهم وتحديث سجل الناخبين، تغيير مركز الاقتراع من مركز إلى مركز، وتصحيح البيانات وحذف المتوفين، وإضافة المواليد الجديدة مواليد 2002 و2003 اللي ما مسجلة بايومتريا. أصبحت البطاقة البايومترية هي بطاقة مستمسك رسمي وبطاقة بايومترية للانتخاب، بطاقة رصينة لا يمكن استخدامها من أي شخص إلا من حامل البطاقة نفسه. البطاقة البايومترية وصفت من ناشطين بأنها أحد عناصر التغيير والإصلاح الذي ينتظره المواطن، فيما تؤكد وزارة الداخلية أن مراكز التحديث مؤمنة بالكامل، وخطة تأمين الانتخابات جاهزة في دليل على سعي مؤسسات الدولة لدعم العملية الانتخابية. حماية المراكز الانتخابية والعاملين ضمن المراكز الانتخابية، حماية المفارز العاملة لتوزيع البطائق البايومترية أو والمواطنين الذين يقومون بتحديث بطاقاتهم. عدينا خطة للمراكز الاقتراع أيضا لغرض حماية المراكز بالإضافة لحماية المواطنين. هذا الشيء ضروري، يعني المقاطع والغير مقاطع أنه يحدث بطاقة الناخب أو الأجيال الحالية اللي هي 2001-2003 اللي دخلت ضمن الخط الانتخابي، أنه أيضا تعمل يعني تسجل بياناتها ضمن البطاقة البيومترية لغرض حفظ صوتها على الأقل من السرقة. اللي ما يريد ينتخب لا ينتخب، بس لا ينطي فرصة للتزوير من خلال بطاقته واسمه، وهذا الشيء جدا مهم بعملية التصويت القادم. وتشدد مفوضية الانتخابات على أهمية تحديث البطاقات الانتخابية لضمان رصانة الانتخابات المقبلة، فضلا عن أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد أقرت اعتماد البطاقة البيومترية كمستمسك ثبوتي في دوائر الدولة ومراجعات المواطنين. من بغداد ياسر عامر، العراقية الإخبارية. إذن مشاهدينا، هذا الملف نفتحه مع النائب عن تحالف سائرون السيد رياض المسعودي. أهلا بك سيد رياض. يعني 120 يوما من التأجيل من 6 حزيران إلى 10 تشرين الأول، ما هي الأسباب الفنية؟ مدى اطلاع مجلس النواب على هذه الأسباب التي أفصحت عنها المفوضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيد الكريم ومن خلالك إلى زميلتكم في الاستوديو ولا مستمعي ومشاهدي قناة العراقية الإخبارية الكرام. يعني لا شك أن إجراء الانتخابات فنيا واحترافيا ومهنيا يقع على عاتق المفوضية المستقلة العليا للانتخابات التي تعمل بموجب قانونها رقم 31 لسنة 2019، وقد بيّنت في أكثر من تقرير سابق ووضعت جدولاً زمنياً وأوضحت أنها قادرة على إجراء الانتخابات في 6 حزيران من هذا العام. ولكن تفاجأنا قبل يومين صراحة من أنها أرسلت كتاباً إلى رئاسة الحكومة تقترح فيه 16 تشرين الأول من هذا العام موعداً جديداً للانتخابات.
نوهنا سابقا سواء في مجلس النواب أو من خلال تحالف سائرون أننا مع إجراءات المفوضية إذا كانت تعتمد على أسس فنية احترافية واضحة. طيب. أما التعرض إلى ضغوطات سياسية بكل تأكيد هذا يعد مؤشر خطير وقد يكون مدعاة لتأجيلات انتخابية أخرى في المستقبل. طيب سيادة النائب، يعني لماذا تقول أننا تفاجأنا كقوى سياسية بهذا التأجيل مع العلم أن أغلب الكتل السياسية أو التيارات السياسية لم تسجل حتى كياناتها في المفوضية إذانا بالانتخابات؟ سيد العزيز، الجميع يعلم أن مجلس النواب قد بذل جهود كبيرة ومضنية في إصدار حزمة من التشريعات لغرض الإسراع في إجراء هذه الانتخابات المبكرة. طيب. وآخرها كان صراحة قرار المجلس في تمويل خاص إلى هذه المفوضية. بالتالي عندما نقول تفاجأنا يعني أن الحكومة العراقية قد تجاوزت المادة 64 من الدستور التي تعنى في الفقرة الأولى والثانية منها بإجراء انتخابات يدعو لها رئيس الجمهورية بعد أن يحل مجلس النواب العراقي نفسه. بالتالي كان الأجدر بالحكومة العراقية أن تفتح قنوات اتصال مع القوى السياسية، مع مجلس النواب العراقي، مع رئيس الجمهورية، مع رئيس البرلمان، لأنه دون حل مجلس النواب العراقي لنفسه سواء بطلب من ثلث الأعضاء أو بطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية وبتصويت الأغلبية المطلقة لن تجرى انتخابات سواء في شهر 6 أو في شهر تشرين، يعني شهر 10. إذن المهم أن والمصداقية تنطلق من ضرورة التواصل. طيب. مع القوى السياسية، مع مجلس النواب، لتحديد موعد لحل مجلس النواب العراقي لنفسه. طيب. إذا لم تتحرك قدما في إجراء الانتخابات، إذا كان الإشكال على الحكومة بأنها لم تتحرك، لماذا لم يقم مجلس النواب بالإجراءات اللازمة على الأقل لحل مجلس النواب والبدء بانتخابات مبكرة؟ نعم، هذا سؤال منطقي ومحترم. آلية حل المجلس بطريقتين كما ورد في المادة 64، بطريقة طلب ثلث الأعضاء ولم يتحقق ذلك، وهناك طريقة أخرى هي طريقة الطلب من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء السيد الكاظمي. إذا لم يتحقق المطلب الأول، متاح أمام السيد رئيس مجلس الوزراء طيب. بطلب حل مجلس النواب والذهاب بهذا الطلب إلى فخامة رئيس الجمهورية، وبالتالي تأخذ التسلسل الدستوري الوارد في المادة 64 من الدستور. طيب، إذا أسلمنا إلى أن رئيس مجلس الوزراء لم يكن لديه المبررات الكافية، على الأقل على اعتبار أن قانون المحكمة الاتحادية معطل إلى الآن، بالتالي يعني الذهاب إلى رئاسة الجمهورية بطلب حل البرلمان ربما لا يكون نافعا، الآن ما الخطوة التالية؟ هل هناك، يعني أتحدث عن قانون المحكمة الاتحادية والمعطل بسبب مادة واحدة، هل ستبقى هذه المادة معطلة ومعطلة أم أن مجلس النواب خلال هذه المدة سيحسمها؟ ما هو موقف كتلة سائرون على الأقل؟ أخي العزيز، يعني بكل وضوح ودقة أذكر لحضرتكم أنه سواء القانون عن مقدم من قبل فخامة رئيس الجمهورية كتعديل لقانون المحكمة الاتحادية أو القانون المشرع من قبل مجلس النواب قيد التشريع لقانون المحكمة الاتحادية، في الحالتين هو معد للتصويت، يعني مجرد اتفاق القوى السياسية سيتم التصويت على هذا القانون خلال جلسة واحدة وخلال ساعتين لا أكثر. بالتالي اتفاق القوى السياسية على تمرير قانون المحكمة الاتحادية ليس بالأمر العسير، ولكن المهم هو وضع خارطة الطريق لحل مجلس النواب. ما هي الضمانة الحقيقية بحل مجلس النواب لنفسه مثلا في الشهر 9 من هذا العام لكي يتم إجراء انتخابات مبكرة؟ نحن نقول على الحكومة أن تكون واضحة بشكل جلي وواضح، والإسراع بالاتفاق مع مجلس النواب والقوى السياسية والرئاسات الأخرى لوضع خارطة الطريق توصل رسائل اطمئنان إلى الشعب العراقي لكي تمضي جميع القوى السياسية سيادة النائب حتى أستثمر بشكل الوقت. جدي إلى عقد الاتفاقات ولا واضح تقديم واضح. ما هي خارطة الطريق التي تراها مناسبة الآن أنت كعضو مجلس النواب؟ ما هي خارطة الطريق التي تراها أكثر يعني ملائمة لهذا الظرف التي يجب على الحكومة أن تتبناها؟ نعم، لا شك أن خارطة الطريق تنطلق من تحديد موعد لحل مجلس النواب العراقي لنفسه
سواء بطلب من ثلث أعضاء أو بطلب من رئيس مجلس الوزراء. طيب. دون ذلك ستبقى جميع القوى السياسية والأغلب الأعم منها متردد، يعني تحديد موعد جديد في العاشر من تشرين الأول من هذا العام موعدا جديدا قد يفتح الباب لبعض القوى السياسية أن تذهب باتجاه مثلا تأجيل آخر، أو بالطلب مثلا بإقالة الحكومة، أو بتعطيل قانون المحكمة الاتحادية، أو بطلب إجراء تعديلات على قانون المحكمة الاتحادية. إذن عدم التمسك بموعد 6/6 وعدم الموثوقية بهذه القرارات وبهذه الخطوات قد تحقق صراحة إرباكا في العملية السياسية واضح. لا يحمد عقبة. أنا أشكرك جدا النائب رياض المسعودي عضو مجلس النواب، كنت معي مباشرة من كربلاء المقدسة. أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ضرورة زيادة التخصيصات المالية للأجهزة الأمنية والاستخبارية على وجه الخصوص. الكعبي خلال ترأسه اجتماعا مع المالية النيابية لاستكمال مناقشة قانون الموازنة شدد على دعم جميع مفاصل الأجهزة الأمنية، سيما وأن البلد لا يزال يخوض حربا ضد الإرهاب، مضيفا أن مختلف تشكيلات الأجهزة الأمنية تقوم بمهام كبيرة واستثنائية لحماية أمن واستقرار البلاد، ويجب وضع الخطوات الجدية لدعمها وتطويرها. ومع حديث نواب عن تخفيض كمية الإنفاق ضمن الموازنة الاتحادية كونه لا يتناسب مع سياسة التقشف التي أرسلتها الحكومة ضمن برنامجها الحكومي، تنطلق دعوات لدعم القطاع الخاص لأنه يوفر آلاف الوظائف للشباب الباحثين عن فرص العمل ويحرك عجلة الاقتصاد. ما بين 40 إلى 50% قيمة العجز في مشروع موازنة العام الحالي 2021 من إجمالي الإنفاق العام للدولة الاتحادية، إذ تشكل تلك الأرقام ضغطا كبيرا على الإيرادات التي تدخل خزينة البلاد رغم قلتها، ما دعا العديد من المشرعين للمطالبة بتخفيض سقف الإنفاق والذي يصل إلى نحو 164 تريليون دينار. سوف تعدل الموازنة في مجلس النواب بما يتوافق مع البرنامج الحكومي اللي قدمه السيد رئيس الوزراء، وسوف يؤخذ بنظر الاعتبار كل المطالب الشعبية والهموم العراقية الحقيقية وكيفية تعظيم الإيرادات المحلية والاتحادية. الموازنة بها نفقات تشغيلية عالية جدا، واللي هي لحد الآن ما انقرت مجلس النواب بسبب السقوف العالية للنفقات الموازنة. الدولة ما عندها حلول غير أنه تقلل هاي النفقات، واللي يخفف من هاي النفقات اللي على الحكومة هو القطاع الخاص. الحكومة يجب أن تدعم القطاع الخاص اللي هو يشغل المنظومة الداخلية بالبلد، هو يرفد الدولة بآلاف الوظائف مرتبات يحرك عجلة الاقتصاد. اقتصاديون توقعوا أن تجني البلاد ما يقدر بستين تريليون دينار كعوائد نفطية خلال العام الجاري، وما يقارب 10 تريليونات دينار أخرى كإيرادات غير نفطية، لكنها لن تكون كافية لتغطية العجز الذي يقترب من نصف موازنة 2021 إلا في حال تنشيط القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والتي تضمنتها الورقة البيضاء. اليوم عندنا حوالي من 10 إلى 15 مليار دولار تروح لاستيرادات سيارات، هواتف غالية، حلويات، يعني سلع اليوم العراق ما محتاجها على الأقل في هذه السنة. يا ريت له هاي المبالغ تتوجه لقطاع الاستثمار داخل البلد، تتوجه لقطاع دعم الزراعة، دعم الصناعة، دعم الطرق ودعم الإسكان. هاي القطاعات الأربعة لو اشتغلت راح تستقطب أيدي عاملة كثيرة، راح تحل أزمة البطالة. ووفقا لمصادر خاصة بالعراقية الإخبارية، فإن هنالك مباحثات ومشاورات تجري داخل أروقة اللجنة المالية النيابية بالتشاور مع الكتل السياسية لخفض العجز الموجود في موازنة العام الحالي من 70 إلى 30 تريليون دينار، وذلك ليكون سقف الإنفاق بأقصى حالته لن يتجاوز 80 تريليون دينار. مويد الفرطوسي، العراقية الإخبارية، بغداد. تسعى اللجنة المالية النيابية إلى ضغط العجز في مشروع قانون الموازنة من خلال تخفيض قيمة الإنفاق العام، فيما قال المستشار الاقتصادي في مجلس الوزراء أن على البرلمان اختيار بدائل لتمويل العجز وتمريرها من دون أعباء إضافية.
اللجنة المالية تعلن توجهها لخفض العجز بالموازنة الاتحادية للضغط على العجز الكلي، مستبعدة إمكانية تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار، إذ تم الذهاب إلى اختيار موازنة 2019 مع زيادة تقريبية تصل إلى 7%، حيث يتوقع أن يكون الرقم الكلي ما بين 130 وفي أقصى الحدود 135 تريليون دينار. هو هذا جدل الموازنة الحقيقة، بس بنفس الوقت لازم تأخذ بنظر الاعتبار أنه هناك أعباء عجز في الموازنة، ويجب يعني الحفاظ على سبل التمويل قدر الإمكان وإيجاد توازنات في هذه الموازنة إن استطاعت بالحقيقة، إن استطاعت تجد بدائل للتمويل العجز، فيبقى المشرع هو اللي يطولها بالحقيقة، بس بشرط إنه التشريعات لا تولد عجز إضافي بالموازنة. هاي قصة يعني الجهة التشريعية وظيفتها أن تخرج بالموازنة بشكل أمثل بالحقيقة، لا تضيف أعباء، بل بالعكس تقلل الأعباء عن الموازنة، فمتروكة لهم هم شو راح يعالجون هذا الموضوع. إذا عندهم بدائل أفضل من حقهم بالحقيقة، هذا متروك للسلطة التشريعية بصراحة. المعنيون بالشأن المالي بيّنوا ضرورة الخروج بتشريعات تتلافى العجز بالموازنة بشكل أمثل من خلال حذف بعض النفقات غير الضرورية وإيجاد مناقلة بأبواب الصرف تضمن ضبطاً مالياً في التعاطي مع النفقات والإيرادات. إن الجدل القائم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية الممثل بمجلس النواب هو جدل إيجابي لتقارب الرؤيتين. رؤية وزارة المالية أن هذا العجز هو عجز افتراضي أو عجز مخطط، ربما لامتصاص التقلبات التي سوف تحصل بالاقتصاد خلال هذه الفترة. لا نستطيع أن نستبق الأحداث، لأنه قانون الموازنة كم سوده لا زال لم يشرع بعد، واحتمال هناك تعديلات من قبل مجلس النواب، واحتمال أنه هذا المشروع يعاد إلى وزارة المالية وإلى مجلس الوزراء، فلا نقدر لا نستطيع أن نسبق الأحداث في الحكم على ذلك. تعد الموازنة عجلة الاقتصاد، وهي واحدة من أهم وسائل الرقابة على جميع مفاصل الحياة، كونها الخطة التي ترسمها الدولة لسنة مالية كاملة. من بغداد، محمد العيداني، العراقية الإخبارية. من كربلاء المقدسة ينضم إلينا الآن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حامد الموسوي. أهلا بك سيد حامد، هل من بنود اتفقتم على إلغائها أو تعديلها، أم ما زلنا في إطار المناقشات على قانون الموازنة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، ابتداء تحية لكم وإلى مشاهدي قناة العراقية الفضائية. طبعا مجلس النواب العراقي حريص كل الحرص على إنجاز موازنة 2021 على ضوء التحديات الاقتصادية وحاجات الدولة الفعلية، آخذا بنظر الاعتبار أيضا الحفاظ على أموال الشعب والخزين الاستراتيجي، ولذلك ترى حريصا على مناقشة موازنة 2020 بما جاءت من الحكومة، وهناك حقيقة فقرات كثيرة تحتاج إلى المناقشة من خلال اللجان المختصة، وتم تقديم أكثر من 164 طلباً من أعضاء مجلس النواب العراقي إلى اللجنة المالية، فيها إضافة فقرات وتعديل فقرات. هذا دليل على حرص مجلس النواب العراقي من خلال لجانه ونوابه على أن تخرج هذه الموازنة بأفضل صورة، ويضع الجميع ملاحظاته، واللجنة المالية من خلال استشارتها للخبراء والمختصين وحوارها مع الحكومة ستنضج موازنة، هذه الموازنة قادرة على مواجهة التحديات. طيب سيد حامد، الآنية والمستقبلية. نعم الكتل، هناك ملاحظات كثيرة على الموازنة، قدمت الكثير من المقترحات سيد حامد. نعم إن كنت تسمعني، يعني الكتل قدمت الكثير من المقترحات لإضافة بنود جديدة في وقت يعاني القانون من عجز يعني اعترضتم أنتم عليه، ألا تجدون أن هذه الإضافات ستزيد من أعباء الموازنة؟ آه
الحقيقة مجلس النواب العراقي واللجان المختصة حريصة على خفض النفقات، فعندما نتحدث عن عجز بنسبة 71 تريليون وهو بذلك مخالفة لقانون الإدارة المالية رقم 6 لعام 2019 الذي يعني جعل أقصى حالة أو نسبة العجز لا تتجاوز 3%، وإذا ما لاحظنا أن النفقات الفعلية للسنوات السابقة لم تتجاوز يعني 60% من الموازنة موازنة 2021 التي جاءت من الدولة، وهناك فقرات كثيرة تحتاج إلى المراجعة، هناك أيضا محابات واضحة لإقليم كردستان في موازنة 2021 ونصوص ملغومة قد تعيد إنتاج الصراع بين الإقليم والمركز، فبالتالي المادة 11 عندما تتحدث عن حساب كلف التشغيل أو كلف إنتاج النفط الخام طيب. وأيضا احتساب القروض قروض أقليم كردستان وفقرات كثيرة تتحدث عن 250 احتساب فقط 250 ألف برميل، فبالتالي طيب. هذا طيب. جعل المشرع العراقي في مجلس النواب العراقي حريص على مراجعة كل هذه النقاط، وبنفس الوقت حريص على أن لا يكون هناك خلاف حقيقي نعم. ومظلومية لأي محافظة عراقية بما فيها الإقليم. يعني عندما نتحدث عن الزيادة الكبيرة في هذه الموازنة، فعندما ننظر إلى مخصصات المستلزمات السلعية والبالغة 16 تريليون دينار عراقي بما يقارب 14% من النفقات، فبالتالي هذه يجب إعادة توجيهها نحو المشاريع الاستثمارية الموفرة لفرص العمل. طيب أيضا سيد حامد نعم. عندما نرى أن نعم. مخصصات المنح والإعانات إن كنت بلغت 18.5 تريليون عراقي، رفع سعر نعم. النفط وقيمة الدينار نعم. ليست من صلاحية البرلمان وهو من اختصاص السلطة التنفيذية، هل ذلك يعني أن النقاط ستبقى على حالها دون تعديل أو إلغاء؟ يعني هو ضغط النفقات هو الوسيلة الوحيدة، كما تعلمون بأن يعني سعر الصرف هو من مهام البنك المركزي العراقي وليس من مهام الحكومة ومجلس النواب. البنك المركزي العراقي هو كيان مستقل كما جاء في الدستور، وبالتالي سعر الصرف هو ملزم للحكومة. ونعم لدينا ملاحظة على أن يعني خفض سعر الدينار العراقي اللي وفر فقط 9 تريليون في قبالة خسائر كبيرة للقطاع العام والقطاع الخاص ولا يوازي يعني مقدار ما تجنيه الموازنة الموازنة الاتحادية. أما فيما يتعلق بتحديد سعر أو تحديد سعر البرميل العراقي، يعني عندما يصل البرلمان أو يصل البرميل إلى 56 و57 ومن المحتمل أن يصل إلى 70 دولار في منتصف هذه السنة، فإن الحكومة عندما وضعت 42 دولار سعر البرميل طبعا هذا يعني لا ينطبق مع مصلحة البلد. طيب سيد حامد نعم نعم يعني هناك من يطرح أن الحكومة تريد أن تشرع للاقتراض من المصارف سيد الداخلية حامد. والقروض نعم. هل هناك سقف معين تتفق الأكبر. عليه الكتل النيابية ويمثل سقفا مقبولا بالنسبة لها وللحكومة؟ طبعا يعني احنا متفقين على انه سعر الصرف وسعر البرميل هو ليس من مهام مجلس النواب العراقي. نحن سنعمل على ضغط النفقات
اللي يمكن أنا أؤكد من خلال قناتكم أن البرلمان العراقي سيعمل على ضغط النفقات بنسبة 40%، وهناك ثقوب سوداء في الموازنة وضعت في غير محلها. يعني عندما نتكلم عن خطط الحكومة بالنهوض بالاقتصاد العراقي والكلام عن دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، نجد بأن الحكومة بدلاً من الموازنة 2019 التي وضعت 786 مليار دينار عراقي لوزارة الزراعة، الآن وضعت أقل من 100 تريليون. هذا أيضاً يمكن أن ينطبق على وزارة الصناعة، فبالتالي الدولة ذهبت أو الموازنة وضعت باتجاه نفقات وخدمات وإفادات ومنح والكثير من الفقرات التي لا يمكن أن تسمى بأنها مشاريع تنموية أو ضمن الفقرات التي يمكن النهوض بالاقتصاد العراقي. فبالتالي اللجنة المالية والبرلمان العراقي عازم على الذهاب باتجاه تقليل النفقات بنسبة 40% ومنع الحكومة من الاقتراض سواء من المصارف الداخلية واستثمار أيضا فرق سعر النفط، باعتبار أن الفائض من سعر النفط سيقلل. سيد حامد الموسوي، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. مع إطلاق خدمة الجيل الرابع في العراق، شهدت مراكز شركة زين العراق للاتصالات في محافظة البصرة إقبالا كبيرا من المواطنين لاستبدال شرائح الاتصال للحصول على الخدمة الجديدة، مدعومة بمزايا كبيرة وخدمة انترنت فائقة السرعة وهدية مجانية مع كل عملية استبدال. حملة لاستبدال شرائح الهاتف النقال من قبل شركة زين العراق للاتصالات تزامنت مع إطلاق خدمات الجيل الرابع، والذي يعتبر قفزة نوعية في توفير سرعة عالية في عمل الانترنت، كما يوفر اتصالا سريعا وبوقت قياسي ناهيك عن الخدمات المقدمة لدوائر الدولة. تعتبر خدمة الجيل الرابع LTE قفزة نوعية في عالم التكنولوجيا، حيث توفر اتصالا سريعا وبوقت قياسي، كما ستتيح سرعة في نقل البيانات بشكل كبير. هذا الموضوع راح يدعم الخدمات المقدمة للمشتركين، خصوصا الخدمات المقدمة من قبل الحكومة والحكومة الإلكترونية في قطاعات كثيرة، منها القطاع المصرفي وقطاع الشركات ورجال الأعمال، القطاع الصحي وقطاع الإعلام. على المستوى الشخصي، ستوفر خدمة الجيل الرابع تجربة مميزة لرواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال سرعة التصفح، إضافة إلى أنها تدعم الألعاب المقدمة بتقنية HD. طريقة الاستبدال يتم هو حضور صاحب الخط إلى أحد مراكز شركة زين العراق. عملية الاستبدال هو بحضور الشخص المعني اللي هو يكون صاحب الخط، بالإضافة إلى جلب أحد المستمسكات الثبوتية معه. يتم آلية الاستبدال خلال دقائق قليلة جدا طبعا، وأيضا بعد انتهاء عملية الاستبدال حبة شركة زين تعطي هدية إلى مشتركيها الأعزاء، وهي عبارة عن 4 جيجا بايت تكون هدية مجانية لكل خط يتم عملية الاستبدال به إلى خدمة الجيل الرابع. آلية معرفة أنه الخط يدعم هو خدمة الجيل الرابع أو لا، عبارة عن إرسال رسالة مجانية، تكون الرسالة يكتب داخل الرسالة 4G إلى الرقم 2137، راح يستلم الزبون رسالة أنه توضح له خطه هل هو يدعم خدمة الجيل الرابع أو لا. مراكز الشركة المنتشرة في عموم المدينة شهدت إقبالا كبيرا من قبل المشتركين لتغيير الخدمة القديمة بأحدث منها، متمنين أن تكون أفضل من سابقتها في عملها أسوة بدول الجوار. التعامل كله جيد جدا وسريع، وعندي يعني طموح أنا بالاستبدال على مود الشرائح على مود الجيل الرابع، والحمد لله يعني كل زين. نعم، احنا متحمسين لاستخدام الفور جي الخاص بشركة زين أثير. احنا اليوم جينا هنا بالمركز مالتهم
الاستبدال للشريحة، والحمد لله الخدمة مالتهم زينة وسريعة، يعني ما طولت انه دقائق واستلمت الشريحة الجديدة، وان شاء الله نستفاد من هذه الخدمة. معاناة كبيرة كانت تواجه المواطن في عمل الانترنت، واليوم وبعد دخول الجيل الرابع يأمل المشترك بتغيير حال الخدمات المتوفرة إلى الأحسن والأفضل. من البصرة طارق الطربوش، العراقية الإخبارية. أعلنت وزارة الكهرباء تعرض خطوط نقل الطاقة للضغط الفائق 400 كيفي والمحطات المتنقلة في ديالى وكركوك وكربلاء المقدسة وبابل والأنبار إلى عمل إرهابي. الوزارة في بيان أوضحت أن تلك الحوادث أدت إلى انفصال خط كركوك منصورية الغازية وانفصال خط ديالى كركوك وحرق 3 متنقلات في ديالى من قبل إرهابي داعش، فضلا عن انفصال خط شرقي كربلاء مسيب الحراري الحرارية وسقوط أبراج في منطقة جرف النصر. ينضم إلينا الآن في الاستوديو المتحدث باسم وزارة الكهرباء السيد أحمد موسى. مرحبا بك أستاذ أحمد. مرحبا. يعني سيناريوهات الاستهداف متكررة منذ سنوات، ونحن نشهد استهداف للمحطات وللخطوط الناقلة وما إلى ذلك. ما مدى التنسيق وما أهمية التنسيق على الأقل في هذه المرحلة؟ صرحتم في أكثر من مرة أن مدى التجهيز أو طاقة التجهيز في وضع ليس بالجيد. نعم، حياكم الله أستاذ علي، حياكم الله أستاذ هيبات، حيا الله جميع مشاهدي قناة العراقية. طبعا نعتقد أن هذه الاستهدافات هذه المرة كانت ممنهجة وكانت حقيقة مدروسة جيدا، بحيث تستهدف الخطوط الناقلة الضغط 400 كيفي، يعني خطوط الضغط الفائق، وبالتالي تتكفل استهدافها بإسقاط الأبراج وتحديد أحمال المنظومة وعزل المناطق الشمالية على المناطق الوسطى، ومن ثم تحديد الأحمال سيتكفل بتراجع ساعات تجهيز الكهرباء بشكل كبير. الذي حصل يوم أمس هو استهداف لخط منصورية كركوك، بعد ربع ساعة تم استهداف خط ديالى كركوك، وبالتحديد اليوم جرى استهداف خط شرق بغداد، عفوا شرق كربلاء مسيب الحرارية في منطقة جرف النصر، وأيضا كان هنالك استهداف لخط القائم حديثة ولمرات متتالية، عبارة عن 5 مرات خلال أسبوعين بالتحديد. استهداف هذه الخطوط هو عزل المناطق واحدة عن الأخرى، تحديد الأحمال، تراجع الإنتاج، وبالتالي ينعكس سلبا على تراجع ساعات التجهيز. مضاف إلى ذلك، يوم أمس حدثت عملية نوعية جدا اللي هي حرق محطات متنقلة في جلولاء، الأمر الذي تكفل بإطفاء تام في جلولاء وقرتبة، وهذا الحرق يعني تسبب بأن تحترق 3 محطات متنقلة 132 كيفي 33، وبالتالي كلفت ما يقارب 6 مليار دينار عراقي خسار على وزارة الكهرباء، ومن ثم هو استهداف للبنى التحتية، إعادتها بالتأكيد يتكلف سقوف زمنية، يتكلف موارد، وأيضا يوغل بأذية المواطنين. طيب سيد أحمد، كم من الطاقة فقدها العراق بسبب أعمال التخريب التي طالت شبكات نقل الكهرباء؟ يعني ستي، هو الاستهدافات متكررة، ما يكاد يخلو أسبوع دون استهدافات لخطوط نقل الطاقة، لكن هذه المرة كانت الاستهدافات للمحطات المتنقلة. ما يكاد يمضي أسبوع ما تخسر وزارة الكهرباء قرابة 500 ميجاوات، تنفصل عن المنظومة، تتسبب بتراجع ساعات التجهيز، لكن حقيقة تجتهد ملاكات الوزارة. اليوم الذي حصل، استنفرت ملاكات نقل الطاقة المنطقة الوسطى، حاولت أن ترجع خط منصورية كركوك ونصبة برج، هذا البرج هو عبارة عن برج طوارئ، يعني برج مو ثابت، مو بقواعد ثابتة، بغيت أن تعيد الخط للعمل، وفعلا تمكنت من إعادته للعمل، لكن بالمجمل يؤثر بالتأكيد على خسائر بالطاقة، خسائر بالتجهيز، ومن ثم يوغل بأذية البنى التحتية لقطاع الكهرباء. طيب أستاذ أحمد، يعني تحدثنا أن هذه الاستهدافات متكررة ومنذ سنوات ليس الآن، وفي المناطق عينها تقريبا، هنا أما من آلية محددة تحددها وزارة الكهرباء، تحددها الجهات الأمنية لمراقبة هذه المناطق وعدم السماح بمثل هذه الجرائم؟ يعني بالتأكيد لمساعي وزارة الكهرباء جهد كبير ليعلمت به جميع الجهات، سواء كانت تنفيذية أو حتى تشريعية أو حتى رقابية أو قطاعات عسكرية. دائما الاستهدافات ما تحصل في مناطق ساخنة، يعني الاستهدافات اللي ذكرتها هي جرت بمناطق العظيم وجرف النصر. طيب، بالتالي التنسيق يكون مع القطاعات العسكرية، طالبنا مرارا وتكرارا بحماية مسارات الأبراج، إما بطيران مسير بأقل تقدير أو نصب كاميرات حرارية، هنالك نوع من الكاميرات الحرارية تنصب
من الممكن أن تتوضح بها الرؤية لستين كيلومتر. خطوط نقل الطاقة عادة ما تكون منتشرة بالعراء. أكل بعض أشكال ليش مو شرطة حماية المنظومة. طبعا أنت أستاذ علي اليماني لما أتكلم على خط بطول 481 برج منتشرة في مساحات فارغة يصعب أن تكون مرابطات ينبغي أن تحمى بطيران مسير. أنا زرت قائد الدفاع الجوي، حاولنا الآن أن نرتب غرفة عمليات لحماية مسار تلك الأبراج والخطوط. هالمرة من خلال قناة العراقية نوجه يعني مناشدتنا إلى الجهات الأمنية والقطاعات العسكرية لضرورة حماية هذه البنى التحتية، لأن ملف الكهرباء في حال يستهدف بهذا الشكل هو شل لحركة الحياة بالكامل. طيب أستاذ أحمد، هذه الاستهدافات تؤثر على التوليد أم على التجهيز فحسب؟ لا يعني على النقل. طبعا تؤثر على الجانبين، باعتبار ان الخطوط الناقلة هي من يقوم بنقل الانتاج المولد من المحطات، وبالتالي يقوم النقل الخطوط الناقلة تقوم بتجهيز محطات التوزيع بغية توزيعها الى المناطق. فبالتالي ان المنظومة اليوم مربوطة رينج، يعني رينج يعني متداخلة. اي خروج لميجا وات واحد من الممكن من اي محافظة من الموصل يتأثر بها. طيب البصرة. طيب سيد احمد، ما المدة التي تحتاجها الوزارة لإعادة ترميم الابراج؟ مثل ما قلتك الآن اجتهدت ملاكاتنا نصبة برج طوارئ رت إحدى الخطوط اللي هي منصورية كركوك، والآن يعني ملاكاتنا موجودة في مناطق عسكرية ساخنة رفقة القطاعات العسكرية تجتهد أن تحاول ترجع بعض الأبراج. طبعا واحدة من المتنقلات اللي تم حرقها يوم أمس الآن رجعت للعمل، ونحاول أن نعالج وإعادة إعمار ما تدمر بالإمكانيات المتاحة. بصراحة تداعيات الوضع الاقتصادي تؤثر بشكل كبير يعني على إعادة دام زخم العمل وإعادة إعمار ما تدمر، لكن بالمجمل نحن اليوم عاملين على إعادة. واضح. شكرا لك أستاذ أحمد موسى المتحدث باسم وزارة الكهرباء. شكرا لك بهذه المعلومات. شكرا. عقدة مستعصية تعانيها بغداد بسبب الزحامات المرورية المتكررة يوميا، الأمر الذي جعل منها أكثر المدن ازدحاما في المنطقة في ظل غياب الخطط التطويرية وعدم استحداث طرق جديدة. عدد نفوسها بلغ 8 ملايين نسمة، أما المركبات فيها فتجاوز عددها المليونين. الطاقة الفعلية لشوارعها تسع ل300,000 مركبة فقط، أما الجسور التي تربط بين صوبيها 13، ثلاثة منها مسيرها باتجاه واحد. إنها العاصمة بغداد منذ سنوات ولا تزال تعاني من الزحامات المرورية مع غياب واضح للخطط التطويرية. ما عندنا تطوير بالنسبة لشوارع بغداد من قبل 2003 ولحد الآن. شوارعنا تتحمل بحدود 300,000 مركبة، هاي نحكيها بصراحة. احنا هسه عندنا بحدود ما يقارب 2,000,000 مركبة. إيرادات مالية كبيرة تحققها أمانة بغداد ووزارة النقل والمرور، وموازنات انفجارية خلال السنوات الماضية لم تفضي لا لإكساء الشوارع ولا استحداث مجسرات جديدة أو اعتماد وسائل نقل حديثة. أما السيطرات والنقاط الأمنية فزادت من الطين بلة. رؤيتنا لبغداد أن تكون هناك طرق حلقية مثل ما أقرت في خطة النقل الشامل، اللي هي الحل الأساسي في حل الاختناقات. هناك حاجة لنقل حركة الأحمال والمركبات الثقيلة من خلال استحداث طرق حولية. أنا أعتقد وزارة النقل لحد هذه اللحظة هي بصراحة لم تؤدي دورها بالصورة الصحيحة. اليوم عندنا مشروع القطار المعلق، ولحد هذه اللحظة أيضا لم يحال هذا المشروع، باعتبار أنه هذا المشروع أيضا لو أنجز سيكون نوعي في مدينة بغداد وأيضا سيقلل من الكثير من الازدحامات. استحداث عاصمة جديدة أو نقل الوزارات والدوائر الحكومية والجامعات إلى أطراف بغداد ومنع إنشاء المولات والمجمعات التجارية في مركزها حلول باعتمادها ستنتهي أزمة الزحامات المرورية بحسب متخصصين. أزمة متجذرة، من أراد النجاة من كابوسها ما عليه إلا أن يخرج بعد إتمامه صلاة الفجر ومعها ركعتان لتسهيل الأمر. علي الأحمد، العراقية الإخبارية، بغداد.
مشاهدينا نتابع هذا الموضوع مع مدير المرور العام لواء طارق إسماعيل الرباعي. أهلا بك سيادة اللواء. سنوات والمواطن يشكو الاختناقات المرورية، ما هي خططكم لمعالجة هذه الأزمة اليومية؟ تفضل. أهلا وسهلا بك سيدتي، وتحياتي لقناتكم الموقرة ولجمهوركم الكريم. حقيقة يعني مجمل الكلام باختصار، كثرة المركبات، بقاء الشوارع على حالها الطبيعي قبل 2003، بحيث أصبح عدد المركبات مليونين وأكثر في شوارع بغداد الرئيسية، عدم وجود باركات حديثة، ثقافة المواطن مستخدم الطريق تكاد تكون محدودة، ليست بالمستوى المطلوب. كل هذا يعني مجتمعا، ناهيك عن ست هيبة على التحديات الأمنية. طيب السيطرات وكذا. طيب سيادة اللواء، مع هذا يعني هناك مدن أو حتى محافظات على سبيل المثال في شمال العراق نرى يعني استحداث للطريق لطرق كثيرة، كثير من الشوارع تفتح، كثير من المسارات يتم إنشائها. بغداد لا تزال بنفس الشوارع، لم نقل أقل، هناك الكثير من الإغلاقات، هناك الكثير من التغييرات في المسارات. بالتالي هل هناك أي حلول لزيادة عدد أو مساحة الشوارع المستخدمة؟ حقيقة أستاذ علي السؤال هذا مهم جدا. أنت تلاحظ حتى لو أقليم كردستان هذا فد نموذج عراقي من داخل الأراضي العراقية، شوف الإنشاءات للطرق السريعة، شوف الطرق الحولية، شوف المجسرات، شوف الأنفاق. إحنا يحتاج لنا قفزة حقيقة. أكو هناك يعني تداولات كثيرة بهذا الصدد، هاي أزمة أصبحت أزمة وليست مشكلة، ولكن تفعيلها يتطلب تضافر جهود. قرار مجلس الوزراء الموقر في عام 2017 هناك حلول آنية، يعني من أهمها وأبرزها تفاوت الدوام للوزارات والكليات والجامعات والمدارس، نقل الجماعي، النقل الجماعي، واستحداث باركات في شوارع بغداد الرئيسية. طيب. هذه الخطوات أو هذه المشاريع الكبيرة دعني أسميها، هي مهمة من؟ هل تقع على عاتق فرضا أمانة بغداد، الطرق والجسور، رئاسة الوزراء؟ من الجهة التي يجب أن نبدأ منها كمحافظة، كعاصمة، كمدينة مكتظة بهذا العدد من السيارات؟ أستاذ علي، هذا يعني وزارة التخطيط، أمانة بغداد، الكم الهائل من المركبات ودخولها العشوائي من عام 2003 ولحد الآن دون وضع خطة استراتيجية محكمة بحيث السيطرة على المركبات. أمانة بغداد، مديرية المرور، وهيئة النقل الخاص، وزارة النقل، هذه كلها يعني مجتمعا تسبب أي خلل بها، تسبب الإرباك. ولكن الحقيقة يعني رجال المرور في بغداد يعني خاصة العبء الأكبر تقع على مديرية المرور. طيب سيادة اللواء، يعني هل يمكن أن يكون مترو بغداد حلا مفيدا؟ طبعا ست هيبة، يعني النقل الجماعي، مترو بغداد، هذا راح المواطن ما يستخدم مركبته، منتهيين باركات، المواطن ما يضع سيارته في جانب الطريق ويسبب إرباك. المجسرات الحولية يسموها رينج بغداد، طوق بغداد، هذا يعني يسبب لنا انسيابية عالية جدا. الأنفاق، الجسور، هي أستاذ علي وست هيبة كلها مفيدة الصب في مصلحة المواطن، في مصلحة انسيابية حركة السير والمرور. طيب، ما بين الرصافة والكرخ هناك عدد من الجسور، من الممكن أن نقول أن جسر الجمهورية واحد من أهم هذه الجسور الآن، بعد أن كان مغلق الآن هو مفتوح بشكل جزئي، هل يمكن فتحه بشكل كامل حتى نوعا ما يسهل من حركة التنقل بين الجانبين؟ نأمل أستاذ علي. هذا اليوم اجتماع هيئة بأمر من دولة رئيس وزراء المحترم، يعني حقيقة شكل لجنة عليا من قبل السيد أمين بغداد والسيد وكيل وزارة شؤون الشرطة وأنا أحد أعضائها والأخوة في أمانة بغداد. اليوم اتخذنا إجراء يمكن سهل وسريع جدا، قبلها فتحنا تقاطع الخرطوم في وزارة الخارجية، واليوم تم فتح شارعين مهمين، هي الصدرية الوثبة باتجاه جراج النهضة، وكذلك من تقاطع زبيدة باتجاه تقاطع الرهون. هاي شوارع مهمة كانت مغلقة فتحناها، نأمل بالأيام القادمة بالتشاور
وشاورت فعلا مع السيد نائب القائد عملية بغداد وحتى السيد قائد عملية بغداد المحترم قيس محمداوي من خلال برنامجكم وقناتكم موقرة أوجه تحياتي لهم. سوف يتم الأيام القليلة رفع هذه الكتل وفتحها بشكل. الشوارع التي تم فتحها هذه الفترة أو هذا اليوم مهمة لحركة التنقل، هل ستسهل؟ طبعا أستاذ علي أنت لا تصدق تفتح شارع واحد، لأن هذا التشعب وهي حركة المرور حركة عنكبوتية، صحيح. أي خلل في طيب. مرفق أو في جانب السبب منه مشكلة. طيب. سيادة اللواء، يعني مليوني سيارة في بغداد واستيراد السيارات ما زال مستمر، لماذا لا تقنن عملية الاستيراد أو التخلي عن السيارات القديمة؟ ست هيبة، المدية المرور لا تعني بها شيئا استيراد المركبات. الدخول المركبات عن طريق الهيئة العامة للجمارك هي من وزارة المالية، وصحح لو سمحتي ليس مليونين سيارة، مليونين وستمائة ألف سيارة تقريبا. إذا ما أقول ثلاثة، لأنه أقليم كردستان سيارات غير مسجلة بالإحصائية مالتنا مسجلها، إضافة إلى محافظات الجنوب الوسط مستخدمي بغداد، والسيارات التابعة للوزارات هاي كلها مو ضمن إحصائية الرسمية اللي أقول لكم إياها مليونين. عدد ضخم بالتأكيد، يعني ضخم جدا. يقع عبء علينا أستاذ علي، مو من باب المصلحة أنه أدافع على منتسبين ورجال المرور، ولكن صدقوني يعني يبذلون جهود مضاعفة جدا. نشاهد كمستخدمين للطريق أيضا نشاهد الأعداد الازدحامات الكبيرة، نشوف الضباط من رتبة لواء ونزولا فعلا نشاهد في الشارع، لكن كثافة السيارة. كل التوفيق لكم سيادة اللواء طارق إسماعيل الرباعي مدير المرور العام. شكرا لكل هذه المعلومات. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. تقنية حديثة متمثلة بأجهزة الاستشعار والكاميرات الحرارية تعمل عليها القوات المشتركة بدعم من التحالف الدولي لإحكام السيطرة على الحدود العراقية ورصد تحركات الإرهابيين. قوات التحالف الدولي في العراق متمثلة بعملية العزم الصلب، تزود القوات الأمنية بمعدات وأجهزة للمراقبة تصل قيمتها إلى 14 مليون دولار. هذا ما أكده المتحدث باسم التحالف العقيد موراتو، الذي أشار إلى استمرار العمل مع قيادة العمليات المشتركة لهزيمة داعش الإرهابي بشكل نهائي في العراق والمنطقة. حصل شركاؤنا العراقيون مؤخرا على معدات أنظمة للمراقبة بما يعادل 14 مليون دولار من خلال صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش الذي تشرف عليه عملية العزم الصلف لقوات التحالف. إن هذه القدرات تساعد في تمكين قوات الأمن العراقية في مهمتها المتواصلة من أجل تحقيق هزيمة داعش. قوات الأمنية العراقية والقوات التحالف سوف تعمل جاهدة مع بعض لمحاربة داعش لتمكين الاستقرار في العراق وفي المنطقة أجمع. التقنيات الحديثة وأهميتها في حماية المناطق الحدودية والأهداف الحيوية من خلال كاميرات المراقبة الحرارية والذي تنفذها قيادة العمليات المشتركة بالتنسيق مع قيادة قوات حرس الحدود التي أنجزت مسافات شاسعة في تأمين الشريط الحدودي مع الجانب السوري. التحالف الدولي أعطانا عدد من الأبراج، وهناك عدد من الكاميرات الحرارية والأبراج المنتشرة. هذه الكاميرات والتقنيات اللي تستخدم الآن في حماية الحدود بالتأكيد لها مردود إيجابي كبير، ومنعت كثير من الحقيقة التسلل. أيضا خطوط الطاقة فيما يخص الطاقة الكهربائية والأهداف الحيوية أيضا أمنت. وقد نجح العراق في تأمين حدوده الدولية مع دول الجوار بشكل أسهم في استقرار الوضع الأمني في البلاد ومنع أي عمليات تسلل إرهابي إلى داخل الأراضي العراقية. من بغداد، حسام التميمي، العراقية الإخبارية. في الختام إلى العناوين. نوقشت الأسباب الفنية مع المفوضية، وصارت قناعة لدى المجلس بأن يمدد موعد الانتخابات ليس إلى يوم 16 بل إلى يوم 10. تحديد 10 من تشرين الأول المقبل موعد للانتخابات المبكرة، ومجلس الوزراء يؤكد أن أسبابا فنية طرحتها المفوضية دفعت للتأجيل.
الكاظمي يعلن إعداد خطط أمنية وعسكرية استعدادا ليوم الاقتراع، ويؤكد أن تأجيل الانتخابات ليس حيادا عن مبدأ إجرائها وفق شروط النزاهة والعدالة. اجتماعات مكثفة داخل البرلمان لمناقشة الموازنة، ومستشار رئيس الوزراء يعتبر الخروج بأفضل شكل لمشروع القانون من واجبات المشرع. ما عندنا تطوير بالنسبة لشوارع بغداد من قبل 2003 ولحد الآن. بغداد تختنق بمليوني عجلة وشوارعها بلا تطوير منذ العام 2003. هذا ختام هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لكم لحسن المتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.